السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس دار المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هناخد حرف جديد من حروف اللغة العربية، هو حرف الميم. قولوا ورايا: ميم 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 ميم، زي معلمة معلمة معلمة. مكواة 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 مكواة. تمر 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 تمر. فم 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 فم. مانجو مانجو مانجو. أم أم أم. مقص مقص مقص. مركب مركب مركب. رمل رمل. يبقى ميم زي ايه؟ معلمة مكواة تمر رمل مقص مركب أم مانجو فم. أشكال حرف الميم: الميم لو جت في أول كلمة نلاقيها ازاي؟ ميم مادة ايديها الشمال، زي كلمة ايه؟ أحسنتم، مكواة مكواة مكواة. طب ميم لو جت في وسط الكلمة هنلاقيها مادة ايديها اليمين ومادة ايديها الشمال، زي كلمة ايه؟ قمر قمر قمر. الميم لو جت في اخر الكلمة واقفة لوحدها يبقى سبقها حرف من حروف الايه؟ الشقية. احسنتم، زي كلمة ايه؟ ام ام ام. والميم لو جت في اخر الكلمة ومد ايديها اليمين سبقها حرف من حروف الغير الايه؟ الشقية. احسنتم، زي كلمة ايه؟ فم فم فم. يبقى مكواة قمر ام فم. حركات حرف الميم: ميم فتحة ما. الميم لو فيها فتحة انطقها ازاي؟ ما. ميم تحتها كسرة انطقها ايه؟ مي مي. ميم فيها ضمة انطقها ايه؟ مو مو. لو ميم سكون بنطقها مع الحركة اللي قبلها سواء كانت فتحة او ضمة او كسرة. يبقى ميم فتحة ما، ميم كسرة مي، ميم ضمة مو، ميم سكون طبعا بنطقها مع الحركة اللي قبلها سواء كانت فتحة او ضمة او كسرة. ميم فتحة ما زي ايه؟ مركب مركب. نلاحظ ان كلمة مركب فيها ايه؟ سكون. يبقى نحللها ازاي؟ الميم والراء مع بعض والكاف لوحدها والباء لوحدها، مركبون مركبون. زي ايه؟ جملون جملون. نقطعها ازاي؟ الجيم لوحدها والميم لوحدها واللام لوحدها، جمالون جمالون. زي كلمة ايه؟ موز موز موز. الميم والواو مع بعض ليه؟ لان الواو فيها سكون وازاي لوحدها. يبقى ميم فتحة ما زي مركب جمل موز. ميم ضمة مو، ميم ضمة مو زي ايه؟ مكعب مكعب. الميم لوحدها والكاف لوحدها والعين لوحدها والباء لوحدها، مكعب مكعب. زي كلمة ايه؟ معلمة معلمة. الميم لوحدها والعين لوحدها واللام لوحدها والميم لوحدها والتاء مربوطة لوحدها. يبقى ميم ضمة مو زي مكعب معلمة. ميم كسرة مي، ميم كسرة مي زي ايه؟ مكواه مكواه. نلاحظ ان كلمة مكواه فيها ايه؟ فيها سكون وفيها مد بالالف. يبقى الميم والكاف مع بعض ليه؟ لان الكاف فيها سكون والواو والالف مع بعض ليه؟ لانها مد بالالف والتاء مربوطة لوحدها. وزي كلمة ايه؟ مقص مقص. الميم لوحدها والقاف لوحدها والصاد لوحدها، يبقى ميم كسرة مي زي مكواه وزي مقص. ميم سكون زي تمر تمر. نلاحظ ان كلمة تمر فيها ايه؟ فيها سكون في حرف الايه؟ الميم. يبقى التاء والميم مع بعض ليه؟ لان الميم فيها سكون والراء لوحدها. وزي كلمة ايه؟ رم لون رم لون. يبقى الراء والميم مع بعض ليه؟ لان الميم فيها سكون واللام لوحدها، يبقى تم رن رم لون. تدريب: ارسم دائرة حول حرف الميم واذكر موقعه داخل الكلمة. مي
فين حرف الميم؟ أحسنتم، في أول الكلمة. يبقى الميم جاءت فين؟ أحسنتم، أول الكلمة. مهرج، مهرج، فين حرف الميم؟ مو مو مهرج. أحسنتم، في أول الكلمة. يبقى الميم جاءت فين؟ في أول الكلمة. يقوم، 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 فين صوت حرف الميم؟ أحسنتم، في آخر الكلمة. يبقى الميم فين؟ في آخر الكلمة. انظر إلى الصور واكتب حرف الميم مع الضبط بالتشكيل. مانجو، مانجو، الميم هتبقى فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون؟ ما ما مانجو. أحسنتم، ميم فيها إيه؟ فتحة. معلمة، معلمة، مو مو، يبقى فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون؟ مو مو. أحسنتم، يبقى ميم فيها إيه؟ ضمة. شطار. منشار، منشار، مي مي، أحسنتم، ميم فيها إيه؟ كسرة. شطار يا حبايبي حلوين. شمس، شمس، أحسنتم، ميم فيها إيه؟ سكون. شطار يا حبايبي حلوين. وكده نكون خلصنا من حرف الميم، ونلتقي المرة القادمة مع حرف جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.